المؤتمر بيحاول البحث عن إجابة لإشكالية تواجد تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية. الصراع ما بين الدين والدولة، الصراع ما بين تيارات الإسلام السياسي وبنية الدول الوطنية، هل يتوافق بنية تيار الإسلام السياسي تعيد النظر في قضية الدولة الوطنية، في قضية الوطنية بشكل عام بمفهوم الرسول الأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندما أخرجوه من مكة فنظر إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الناس إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أم بمنطق الاستحواذ على آلة الدولة في محاولة للاستحواذ على منطقة عربية ثم منطقة إسلامية ثم العالم كله في محاولة لبناء خلافة مزعومة كانت نظاما للحكم في عصر من العصور ولا تصلح في أي عصر آخر، وكانت رد فعل طبيعي على وجود الإمبراطوريات القديمة سواء الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية الفارسية، كان لابد للمسلمين أن يقيموا إمبراطوريتهم فسموها الخلافة. الآن لا توجد إمبراطوريات، توجد دول وطنية ودول قومية، علينا أن نبني بلداننا بمفهوم الوطنية. هذا المؤتمر يبحث في العلاقة بين الوطنية وبين حركات الإسلام السياسي في محاولة لإيجاد مخرج لما نعيشه من دائرة مفرغة من العنف ومحاولات الاستيلاء على آلة الدولة لتطويع الوطن لصالح فكرة جلوباليزم، فكرة كونية هي بالأصل فكرة طوبوية غير قابلة للتحقيق. هو بيبحث في بنية حركات الإسلام السياسي، تحولاتها الفكرية، تحولاتها السياسية، ما حدث بعد 30 يونيو في مصر، تجارب الحكم اللي ما كانت موجودة في السودان واللي كانت موجودة في العراق واللي كانت موجودة في تونس واللي توجدت في مصر وأطاح بها الشعب في 30 يونيو، تجارب وجودهم في البرلمانات العربية سواء البرلمان المصري أو البرلمان السوداني أو البرلمان العراقي أو البرلمان التونسي، كل هذه التجارب يدرسها المؤتمر ويخرج باستراتيجيات للتعامل مع هذه الظاهرة. بالتأكيد هناك مؤامرات دولية كثيرة جدا على مصر، منها الأمريكان، القطريين، الأتراك، كل هؤلاء، التنظيم الدولي للإخوان، حماس، حزب الله، كل دول بان من خلال قضية تخبر مرسي الأخيرة أنهم قاموا مؤامرة كبرى على هذه الدولة المصرية، ولكن في النهاية هم واجهوا دولة ذات تاريخ 7000 سنة، أجهزة أمنية لديها معلومات حقيقية وطنية، لديها رؤية كسرت كل هذه المؤامرة. أعتقد أنه عندما إما أن يعيد تأطير فكره من جديد بأنه لا يوجد ما يسمى بتنظيم دولي وأن هناك تنظيم وطني اسمه الإخوان المسلمين في مصر يراعي الوطنية المصرية ويراعي البنية الفكرية والبنية الحضارية للمجتمع المصري، وإما أن يظل هكذا فينتهي على صخرة الوطنية المصرية والأمن المصري. انتهى إلا إذا أقاموا فكرة جديدة وجابوا لنا فكرة جديدة تراعي حرمة الوطن المصري وتحترم قيمة الوطنية المصرية والتاريخ الوطني المصري.